لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قصة سيدنا إبراهيم العظيمة واللي بتربطنا مباشرة بعيد الأضحى المبارك، بتخلينا نشوف قد إيه سيدنا إبراهيم كان ابتلاءه كبير بعد ما رزق بسيدنا إسماعيل يطلب منه إنه يذبح، وعلى الفور لبى كلام ربه. من بعده ابنه لما قال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفعلا بعد ما سلم سيدنا إبراهيم أمره كله طواعية لله هو وابنه سيدنا إسماعيل، يجي الرد الرباني والنجاة والمكافأة الربانية للمثول لأمر الله بالفدي العظيم. ونتيجة الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى خلد أمر الذبح وأصبح من شعائر فريضة الحج. عايزين نقول كمان إن دي سنة رب العالمين في الكون، فمن يريد بهم رفعة من خلقه، إنه بيمن عليهم من بعد استضعافهم وذلهم وانكسارهم، زي ما في قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عيد الأضحى اللي بيجي للمسلمين بعد أيام صيام أقسم بيهم رب العالمين على فضلهم وحسنا على التقرب ليه فيهم وصيامهم، وبعد طبعا فريضة عظيمة كلنا بنتمناها وهي حج بيت الحرام، فاللهم ارزق كل مشتاق يا رب العالمين. ومهما كانت النفس حزينة وشايلة هموم هيفضل العيد فرصة لسمو النفس والروح، وطبعا فسحة كبيرة طيبة وجميلة يفرح بيها القلب، لأن عيد الأضحى المبارك هو عيد غفران الذنوب والعودة إلى الله تعالى، وكأن الأرواح بتفتح في اليوم ده صفحة جديدة عشان تبدأ مع خالقها بروح وعزيمة أقوى فيها من الخير الكتير. فما فيش حاجة أعظم من فرحة اللي أدى فرائضه كلها ويجي يوم الجايزة بقى وهو يوم العيد عشان يفرح بيها ويجدد فيها العزم والإرادة عشان يحقق الأفضل. وعشان نفرح معاكم في العيد حبينا نطل عليكم النهاردة في حلقة جديدة مميزة في بيتنا أحلى، فيها الفرح والبهجة والاحتفال اللي هو أصلا من أصل ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.